السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا تاب لينوفو، اللي هي أجهزة اليونيسيف. جهاز طبعا كل بيعرف تقدرش تنزل تطبيقات، تقدرش يعني التطبيقات اللي شغالة عليه محدودة للبرنامج، ما بتقدر تستخدم أو تعمل له ضبط مصنع أو تعمل فيه أي إشي زيادة، يعني ما بتقدر تفتح حتى المنيو اللي فوق. هذا الجهاز اليوم بدنا نفتحه بالأداة المجانية TFT Unlock. يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. نفتح الأداة مباشرة. يا ريت نركز في الفيديو مظبوط لأنه بدنا نشتغل فيه على خطوتين. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. مش هاي الأداة للأداة الأولى. والأداة مجانية، راح أترك لك في الرابط في الوصف شرح الأداة وتنزيلها، طبعا رابط تنزيلها نزلها عندك. الأداة بتستخدمها لعدد كبير من الأجهزة بشكل مجاني، مجانية بشكل كامل من صاحب الأداة، ما فيها أي دفع. أجهزة لينوفو أنتوا عارفين يعني مشكلة يعني للجميع، يعني أجهزة لينوفو تاعت المدرسة. بنروح على قسم لينوفو بعد ما تفتح الأداة، بتحط الجهاز اللي هو M10. بنضغط على هذا الخيار. أول خيار بدنا نعمله، بدنا نعمل بروم أنلوك. أول شيء بنطفي الجهاز بشكل كامل، إيقاف التشغيل. زي ما انتم شايفين كتب يونيسيف، تمام، نطفيه بشكل كامل. بنروح على خيار Unlock Bootloader وبنضغط عليه. هاي الخطوة الأولى. بعد ما صار جاهز نمسك الجهاز نضغط. طبعا التعريفات وطريقة تثبيت البرامج عملتهم في آخر فيديو، فما راح أضل أشرحهم. لازم تكون معرف البروم، فباجي بضغط على خفض الصوت ورفع الصوت ومباشرة بشبك كيبل الداتا بعد ما اعطيته الامر، وبترك الجهاز مباشرة. نتركه لغاية ما يكتمل الامر الاول. طبعا هذا اول امر بدنا نعمله له، بدنا نفك البوت لودر. كاتب لك بياخذ من دقيقة لدقيقتين. هنا خلينا هاي على الجهة، هاي افضل، هيك كبرناها، ممتاز. زي ما انتم شايفين اخذ الامر الاول بنجاح سكسسفل. الخطوة الثانية بشيل الكابل. بعد ما فكيت الانلودر بعدين بجرب اشغل التليفون. هلا طلع لي مسج هون، اضغط باور عشان يكمل لانه الجهاز صار بدون حماية. فبضغط زر واحد على الباور بكمل الجهاز. هون راح يعطيك انه 5 ثواني وراح يشتغل. بنتظر عليه شوي راح يكمل فتح التليفون. لغاية الان انا ما فكيت هيك امر البوت لودر اخذه، يعني هيك الجهاز انفك البوت لودر تبعه. لغاية الآن أنا ما عملت له لا ضبط مصنع ولا شلت الـ FRB اللي عليه. هلا راح مباشرة نعطيه الأمر اللي بعده، بعد ما يشتغل نرجع نطفي التليفون. اشتغل التليفون، الوضع طبيعي بس احنا فكينا البوت لودر تبعه. زي ما شايفين لساته بوضع الحماية الموجودة. مهما حاولت اختصر في الفيديو هذا ما راح اقدر اختصر كثير. اي هيك بنرد بنسكره، لساته الجهاز من الداخل زي ما هو، بس اللي عملته اني انا فكيت البوت لودر تبعه. مباشرة لو علقت معك الامر هيك ما في كلوز، مباشرة بس روح على اي خانة ثانية وارجع على النوفو وارجع اعطيه M10.
اول شيء راح اعمل له امر فاكتوري ليست، ممكن هذا الامر يحل له الامور كامله. نعمل خفض الصوت ورفع الصوت وبنشبك الكيب وبنحط الجهاز. هذا الامر ممكن خلص، يعني انت ما تحتاج لامر ثاني بعده. ما زبط معك راح نعمل له الامر الثالث بعد ما يخلص. زبط خلص. اذا زبط معنا الامر ما راح نحتاج نعمل الامر الثالث. اذا اشتغل راح تكون الامور تمام. راح احكي لكم شو هو الامر الثالث ان شاء الله اذا اشتغل التليفون وما احتجنا. هنا ايوه زي ما انتم شايفين اعطينا هنا يبلش ياخذ الاداه مجانيه 100% يا جماعه. اي اعطانا نوع التليفون يوزر داتا اعمل ارس. هلا خلص الامر، خليني اجرب اشغل التليفون. طبعا بدك تتخلص من الامر اللي بيجي هون اللي هي العلامه هاي بعد ما يعمل فورمات. ممكن نعمل له كمان مره ريلوك للبوت لودر، راح اورجيكم كيف عشان ايش كمان هذا المسج يبطل اللي يطلع. خليه يشتغل. هاي اللوجو يعني صعب انه نتخلص منه. احنا ما بهمنا اللوجو، بهمنا يفتح كامل جوجل ويصير المسطرة تنزل، تعلي اضاءة، توطي اضاءة، تعمل اعدادات، تضيف حساب جيميل، هذا اللي بهمك. خلينا نشوف بعد ما عملنا له ريست وين صفت الامور، عشان اذا ما كمل نعمل له الخطوة الاخيرة. برجع بكرر الاداة مجانية 100%. راح الاقي واحد كتب لي بالتعليقات هل الاداة مدفوعة؟ طبعا يا جماعة انا يعني التعليقات الايجابية يعني انا مبسوط عليها كثير، يعني كثير كثير في ناس، بس في ناس بتسأل اسئلة انا بكون شرحها في الفيديو. فوالله يا جماعة بزعل، بس لانه بعرف انه هو ما حضر الفيديو. في ناس بس بده يعني بس تعطيه الجواب اللي بده اياه وخلص، يعني ولا مستعد يكلف حاله انه يشوف الفيديو اصلا. زي ما انتم شايفين هنا عمل ضبط مصنع، بس وقف على خيار FRB. اعطانا هنا ما اعطانا تخطي. فشو بنعمل؟ نرجع بنطفي التليفون، ايقاف تشغيل، نرجع برضو على الخيار كمان مرة هيك. بعد ما عمل ضبط مصنع ضل هلا بس نتخطى جوجل من التليفون. نروح على الامر كمان مرة. في عندنا هنا FRB method 2، بدي اجرب method 2 لانها بتكون بالعادة احدث. وبرجع برضو بضغط خفض الصوت ورفع الصوت وبشبك سلك الداتا وبحط التليفون. موضوع سهل جدا. الاساس انك تعمل البرنامج وتكون امورك تمام. انا تركت لكم فيديو عملته يا جماعه 45 دقيقه. 45 دقيقه الفيديو، هذا الفيديو تجهيز الكمبيوتر كامل، عمل سوفت وير، جميع البرامج اللي داخل اللي استعملتها مجانيه. تعمل سوفت وير لاي جهاز ايفون او اندرويد بجميع الادوات المجانيه. يعني بصراحه يا جماعه يعني هاي الادوات بتغنيك، يعني تشتغل لك 90% من اجهزتك. 90% يعني ما في داعي انك تدفع لاداه طول ما الادوات هاي شغاله. هون زي ما انتم شايفين عمل فيلد، ما عمل FRB. فشو راح اعمل؟ راح ارجع اعيد الامر على الخيار الاول. طبعا راح افصل الباور اول شيء وارجع لنوفو. انا ليش بروح على خيار ثاني وبرجع؟ عشان يلغي الامر يا جماعه. بختار هون وبكبس روم FRB، رفع الصوت وخفض الصوت، راح اعطيه الباور.
طبعا بياخذ شوية وقت بس لا ياخذ الأمر. بلش اف ار بي اوكي، هاي اخذ هاي المرة وخلص. مباشرة بنشغل تليفون. طبعا لسه انا المسج راح يضل يطلع نفس الكيبل، بعدها بنشغل التليفون. هاي الكاميرا مشكلة. معلش يا جماعة بس أنا عندي عشان بصور على التليفون هذا المسج لساته بطلع، بس باور مرة واحدة أول ما يفتح التليفون بس تكبس باور هو بكون كاتب لك مسج إنه اضغط باور عشان يشتغل التليفون، أو لا اتركه إذا تركته ما كبست بطفي التليفون، فلازم تكبس باور. طبعا هلا بعد ما يفتح كامل بدي أجرب كمان مرة أعمل له ريلوك للبوت لودر وأشوف شو بصير، انه المسج يعني نشيل المسج هذا اللي بفتح في بداية التليفون. الاعداد بلا انترنت زي ما انتم شايفين طلعت هيك، اتخطى الحساب جوجل، نعمل متابعة، هاي متابعة تخطي هنا انهاء اعداد الجهاز. وزي ما انتم شايفين يا جماعة فتح التليفون باعداداته كاملة، وهي جوجل بلاي وهي المسطرة وهي رفع الشاشة والأمور طيبة. هسا الخطوة الأخيرة بدنا المسج اللي بطلع أول ما يفتح التليفون بدنا نلغي اللي هو الريلوك، عشان هيك لازم نسكر البوت لودر، عشان يعني صعب إنه أنت تشغل باور تستنى هاي المسج تطلع تكبس باور ويفتح التليفون، فإحنا بدنا ننهي هاي العملية كاملة نرجع نسكر البوت لودر عشان ما يرجع يعطينا إنه التليفون مفتوح وإنه ما عليه حماية. طفينا التليفون ورجعنا على الأمر، وهون بنعمل ريلوك بوت لودر، نضغط عليه. وهاي الأجهزة كثير بتجيكم يا جماعة يعني، وبعرف إنه هاي يعني كثير ناس عندها مشكلة فيها، فتحها مكلف، عشان هيك حبيت اشارككم الطريقة عشان تستفيدوا منها. تكتبوا لنا تعليق حلو زيكم ان شاء الله. هلا انا رديت سكرت البوت لودر عشان يبطل يطلع لي مسج اول ما يفتح التليفون، بدي اياه يفتح طبيعي هلا ويكون الجهاز فاتح 100%. فكينا البوت لودر، عملنا له ضبط مصنع، بعد ضبط المصنع عملنا له اف ار بي، بعد الاف ار بي عملنا له رجعنا سكرنا البوت لودر زي ما انتم شايفين شغال، عمل سكسسفول خلص. برجع بسيل السلك وبكبس باور، بنتظر لسه المسج طلع the device is تمام. مرة خلينا ننتظر شوي يطفي، رد نعيد الامر كمان مرة. فتح، يعني ممكن نعيد الامر كمان مره.
ما زبطت راح اعطيه للزبون هيك خلص يعني انه بس اكبس بورع. بس هي المفروض انه كمان مره اعمل ريلوك خلص ياخذ ريلوك للبوت لودر وتكون الامور طيب. نجرب كمان مره ريلوك للبوت لودر، نرجع منطفيه. ما استنيت عليه، اضغط خفض الصوت رفع الصوت. فضي شحن وانا بشتغل، فضي شحن وانا بشتغل، اعطى علامة الشحن. صرنا يا ياخذ الامر بس هيا اخذ. اذا ما سكر هاي المرة خلص راح اسلمه للزبون زي هيك، مش شرط انه يسكر، خلص بضغط كبسة البور التليفون راح يضل شغال هيك هيك، ما راح يشتغل، ما راح يطفي يعني كثير، راح يكون عارف. معظم الاجهزه راح تزبط على الريلوك يا جماعه. ممكن هاي المشكله بالجهاز هذا يعني انها ما زبطت، يعني ممكن انا احاول فيها بعدين تزبط معي، بس انا ما بدي الفيديو يكون اطول من هيك، يعني 17 دقيقه فيديو والله يا جماعه وضع مش طبيعي. بس هاي الخطوات يعني لازم تسويها عشان يفتح التليفون، حتى لو الاداه مجانيه فكل واحد بدك تعطيها الامر تبعها. المشكله انه هون بيعطي كودات كامله واعطى سكسسفل، اعطى انه خلص. طيب نجرب كمان شغل كمان مرة. بسم الله رجع برضو اعطاها. على كل حال خلاص نضغط باور خليه كده. هذا كان الفيديو يا جماعة لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. فكينا التاب لينوفو، فيديو كان طويل كثير مش عارف ليش يا جماعة، مع انه ثلاث اوامر اللي اعطيناهم بس كثير كان ما بعرف. وهي زي ما انتم شايفين الجهاز مفتوح بكل خياراته، خيار الاعدادات موجود والامور طيبة. ودخلنا على النظام وعلى حول الجهاز وعلى الاصدار. اصداره 11 زي ما انتم شايفين. ايوه هاي الديبوبين كمان اشتغل والتحديث عادي شغال. هذا هو كان الفيديو يا جماعة لليوم، نراكم في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.